بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الجلد يتكلم. اكتشف العلماء أن خلايا الجلد تختزن الذاكرة لمدة طويلة مثل الأحداث والأصوات التي تتم حولنا، يمكن استرجاع هذه الذاكرة فيما بعد. سبحان الله، لقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة والتي ستحدث يوم القيامة ويوم الحساب. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. سورة فصلت آية 21. ألا تشهد هذه الآية على صدق هذا القرآن؟ والله أعلم.